هل حلمت يوما بكهوف الكراسنة المستوحدة؟ بخرائط مليئة بالجماجم والعظام؟ بالكنوز المدفونة؟ يقولون أن الكنز موجود في المكان الذي تعثر عليه ولأولئك الذين يبحثون، فالكون بأكمله هو صندوق كنز كبير عائم. على سبيل المثال، باطن الأرض يشكل مخزناً للكنوز التي أتت نتيجة العديد من الذرات وحتى الحرارة وقرون من الزمن. ومحبو الاستكشاف جذبوا كما بالمغناطيس لمعرفة ما بداخلها. مستكشفو الكهوف لا يبحثون عن الذهب أو المعادن الثمينة، بل عن تحفة المعرفة ليكونوا في أماكن لم يصل إليها الإنسان من قبل للبحث عن المخبأ لمعرفة المجهول.